السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت صاحب شركة وعندك مشكلة في رفع مبيعاتك واكتساب عملاء جدد بشكل مستمر وبشكل ممنهج أكثر، فإذا أنت مش لوحدك في هذا التحدي، لأنه للأسف هذا التحدي يشترك فيه معظم الشركات على شتى أحجامها وأنواعها والمجالات اللي تخدم فيها. ولكن الخبر الجيد أنه هذا التحدي يمكن مواجهته والتغلب عليه من خلال صناعة حملات تسويقية بأنماط مختلفة عن الأنماط التقليدية اللي متعودين عليها أو اللي بنشوفها بشكل عام على السوشيال ميديا. هذه الحملات التسويقية لابد أن تحمل في طياتها قيمة مضافة للجمهور اللي بتستهدفه، بحيث لا يكون الإعلان نفسه مجرد إعلان عن المنتج والخدمة اللي هدف الشراء أو البيع، وإنما أيضاً أن يكون هو عبارة عن محاولة لمساعدة الجمهور اللي أنت بتستهدفه على أنه يتغلب على تحدي أو يحل مشكلة معينة. هذا النمط في التسويق يسمى تسويق القيمة المضافة أو الـ Value Added Marketing، ومن هون جاء اسم شركتنا VAM Consulting لمساعدة الشركات على التغلب على تحديات التسويق ورفع مبيعاتها بشكل ممنهج وبشكل علمي يمكن الاعتماد عليه. إذا حاب تحصل على نظام التسويق بالقيمة المضافة من VAM، فكل ما عليك هو أنك تنقر على الزر أو على الرابط مع هذا الفيديو، تملأ بياناتك في النموذج وفريق العمل راح يتواصل معك وراح يشرح لك كيف نظام التسويق بالقيمة المضافة ممكن يساعدك في مواجهة هذه التحديات ويرفع من مبيعات شركتك. شكراً على المتابعة وأتمنى لكم التوفيق.